هلا انا اجيت من سوريا كان عمري 5 سنين. اجيت من سوريا لانه بسبب الوضع والحرب. We were looking for a better life, bright future. انا كان عندي شغف كثير انه مثلا غير من الوضع اللي احنا عايشين فيه كلاجئين. طيب كيف بدي احس حالي انه عايش انا ببلد اعتبره مثل بلدي وشغل ما في اشتغل فيه؟ صحيح انا ما بقدر بمشي بس بحسن بوصل صوتي لكل العالم. ما حدا يحبطك فلهيك تعب على حالك اشتغل على حالك. I don't care about their nationality, their religion, because at the end we are human and we deserve the best. اي حد عنده رساله عايز انا اوصلها له اكون متاح بالنسبه لهم يعني. فهي هي رسالتي.